السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم حبايب قلبي. النهاردة جاية لكم بجولة في مستودع ريم للملابس الجاهزة زي ما طلبتوا مني، وفي ناس كتيرة راحت هناك وشافت الشغل بنفسها وشافت الأسعار. إن شاء الله هيعجبكم فيه حاجات كتيرة جدا. هو خلاص نزل اللبس الصيفي، بيتي أولادي وبناتي ورجالي عندها كل حاجة. اللي حابب يفتح محل، حابب يفتح سنتر، عايز يفرش المحل بتاعه، عايز يفرش السنتر بتاعه، ملابس جاهزة كلها بيتي، كلها خامات ممتازة. ان شاء الله الاسعار بتاعتها بتبتدي من 15 جنيه. عندها كاشات، عندها عبايات، عندها بيجامات، عندها لانجيري بجميعه كله. اي عروسة حابة تجهز اللانجيري بيبتدي من 15 جنيه اللانجيري بيبتدي من 25 25 جنيه. الكاشات بتبدا من 15 جنيه، قطن بيور تعالى وريهم حتى من 15 جنيه. الشفاره كده موجود طبعا كل اشكاله. دي الكاشات اللي بتبتدي من 15 جنيه يا جماعه، دي كاشات. بصوا الخامة بتاعتها قطن بيور، الخامة بصوا بتلبس ما شاء الله، بتلبس تاخد شكل الجسم ما شاء الله. تشكيلة اهي 15 جنيه، اي كاش من ده 15 جنيه. الوان كتيره بقى ومقاسات، بياخد شكل الجسم. الكاش ده ب 15 جنيه موجود في المكاتب بره وفي المحلات ب 30 وب 35 وب 40 جنيه. موجود هنا بس في مستودع ريم ب 15 جنيه. اي كاش من الموجود قدامنا ده ب 15 جنيه يا جماعه. الخامه بتاعته قطن بيور، تمام؟ بياخد شكل الجسم. عندها برده بيجامات، بيجامات بادئه من 35 جنيه. البيجامات البناتي بدأ من 35 جنيه، اي بيجامة بناتي ب 35 جنيه. هتجيب لنا دلوقتي تشكيلة بيجامات. دي بيجامة بناتي ب 35، صح؟ 35 جنيه بلاش يا جماعة، وفي اسعار خاصة طبعا للكميات. بصوا البيجامة الخامة بتاعتها طرية جدا جدا، وتلبيس برضو بياخد شكل الجسم. وفي منها مقاسات ولا وان سايز؟ وان سايز. وان سايز تمام. بيجامة بناتي ب 35 جنيه. عندك ايه تاني؟ معلش، لا البيجامات في منها مقاسات، في منها مقاسات تمام. البيجامات موجود منها مقاسات يا جماعه. اي بيجامة بناتي في منها مقاسات. كوت شورت اهو ب 35 جنيه يا بلاش. اللي حابب يجي ياخد شغل كميات، متوفر عندها كميات. حابب يفرش المحل بتاعه، عندها شغل بيجامات، ترنجات، كاشات، عندها لانجيري، عندها كل حاجه. هنتفرج بقى على تشكيله بيجامات تانيه. في بيجامات عندك تانيه؟ عندي اكتر من 150 موديل في المستودع، من بيجامات، من برمودات، لبيجامه 5 قطع، لكل حاجه. بصوا عندها كميات في المخزن كمان. بصوا تشكيله بيجامات عندها اكتر من 150 تشكيله من البيجامات. موجود البيك سايز اللي لبس 120 كيلو، موجود المقاسات الكبيرة، موجود عبايات امهات، موجود حاجات كسكوز، موجود جفار. بصوا عندها تشكيلة كبيرة، موجود كل حاجة. اللانجيري من 25 جنيه. اللانجيري يا جماعة من 25 جنيه، أي لانجيري بيبتدي من 25 جنيه، وعندها حاجات ب 30 جنيه وب 35 جنيه تمام. موجود عندنا كل الأسعار، عندنا الغالي وعندنا الرخيص، عندنا كل حاجة. اللانجيري. بس اغلى سعر هنا في المستودع مش هيزيد عن 100 جنيه، اغلى سعر زي حاجه كده 5 قطع، مش هتزيد عن 100 جنيه، 5 قطع، يعني كاش بروب ببلوزه بشورت بالبيجامه على بعضها، دي اغلى حاجه. دي اغلى حاجه موجوده عندها في المستودع يا جماعه، 5 قطع ب 100 جنيه، اغلى حاجه في المستودع هنا 100 جنيه، اسعارها بتبتدي من 15 جنيه كاشات، وعندها لانجيري زي ما انتم شايفين كده بيبتدي من 25 جنيه. تشكيلة لانجيري بصراحة ما حصلتش، والخامات بتاعتها ممتازة جدا. اللي هيجي وهيشوف الخامات بنفسه ان شاء الله هيعجبه الشغل وهياخد اكبر كمية. العنوان طبعا للناس اللي بتسأل على العنوان، احنا موجودين في شربين شارع جامع المنشية. شربين الدقهلية شارع جامع المنشية، صح؟ اللي بعد بنك مصر الجديد. اللي بعد بنك مصر الجديد. رقم التليفون هسيبه لكم على الفيديو، وارقام التليفونات برضو هسيبها لكم في صندوق الوصف، واول تعليق مثبت هسيب لكم كمان لينك التليجرام ولينك صفحة الفيسبوك، علشان اللي حابب يتواصل معاها ويشوف الموديلات الجديدة اول باول. والاسعار بتبقى موجودة تحت كل صورة، الاسعار بتاعتها موجودة. الشغل الاطفال بقى فين؟ شغل الاطفال عندنا بادئ من 35 جنيه اهو، من 35 جنيه. شغل الاطفال بيجامات اطفال بتبتدي اسعارها من 35 جنيه. موديلات بقى بصوا ما حصلتش، كلها موديلات 2020 21، موديلات جديده خاماتها ممتازه. الاسعار دي يا جماعه اسعار جمله، اسعار جمله. اللي حابب يجي ياخد شغل كميات له اسعار طبعا خاصه.
هوريك دلوقتي تشكيله من البيجامات البناتي. شوفوا شغل الاطفال عندنا بقى وجماله وحلاوته. حاجه زي كده اربع قطع صباحه اريش، اربع قطع دي الترنج اولادي، اربع قطع ده الشورت، ده الشورت بتاعه اهو، دي البلوزه بتنور بتنور في الضلمه. بصوا يا جماعه الشغل بتاعها بيعمل انوار، ربيعي كده منور ما شاء الله. ده البنطلون ومعاه اربع قطع اهو. اربع قطع شغل البنات بقى عندنا عامل ازاي، والخامات واسعار مش عند حد، اسعار تحفه، اسعار جميله جدا، اسعار خاصه جدا جدا للكميات كمان ما شاء الله. بصوا الخامه يا جماعه، الخامه عامله ازاي، دي برموده كمان اهي، الخامات تحفه. بصوا ده الشغل البناتي وعندها الشغل الاولادي وما حصلش بجد، خامته ممتازه، اسعاره رخيصه جدا جدا. لينك التليجرام، لينك الفيسبوك هسيبه لكم في اول تعليق مثبت، وفي صندوق الوصف هسيب لكم ارقام التليفونات للي حابب يتواصل، اللي حابب يشوف الموديلات الجديده اول باول. كل الشغل ده متوفر في المستودع، اللي عايز يلحق الكميه موجود. ازدالات رمضان كمان، دي ازدالات رمضان اهي يا جماعه موجوده، كل سنه وانتم طيبين. بس فوق ال 120 موجود منها برضو الوان، موجود منها الوان في المخزن، لكن خلينا الفطاره ديت مش موجود منها الا اللون الجميل دلوقتي. سعر كام ازدال؟ 50 جنيه. 50 جنيه الازدال ده يا جماعه، خمسة زبده بيلبس فوق ال 120 كيلو. الخامه بتاعته نحطها منه ونشوفه. ماشي، افتح لنا حته كده علشان الناس تشوف برضو على الطبيعه، يبقوا متاكدين ان الخامات فعلا ممتازه. بصوا الخامه بتاعته فعلا حلوه، ب 50 جنيه بس. 50 جنيه ازدال رمضان ب 50 جنيه اهو. بصوا يا جماعه اهو ما شاء الله، بصوا يلبس الخامه بتاعته زبده، خامته زبده ب 50 جنيه ما شاء الله. موجود كميات برضو من الاسدال ده للي حابب ياخد شغل كميات، الوانه كلها برضو متوفره، اللي عايز حته بالشكاره موجود، اللي عايز حته موجود، اللي عايز قطعي موجود، موجود كل حاجه يا جماعه. لو عروسه بتجهز وعايزه حته من كل موديل موجود عادي، مش واللي عايز كميات اسعار خاصه جدا للكميات برضو، كل ده موجود. في عبايات بقى، عايزين نتفرج على العبايات. في عبايات زي كده امهات عشان خاطر عيد الام برضو، ده قطن اهي. بصوا يا جماعه العبايه دي اهي، اهي قطن اهي، الخامه بتاعتها برضو قطن ما شاء الله اهي، سوسته وجبير على الصدر، عبايه جميله اهي، وفي منها برضو الوان. اه منها الوان. سعرها طيب؟ سعرها 60 جنيه. 60 جنيه عبايه امهات لست الحبايب، طبعا كل سنه وانتم طيبين. عبايه امهات موجود منها الوان كتيره ومقاساتها كبيره، ب 60 جنيه العبايه. موجوده عبايات كسكوز، جاكار، عبايه جاكار اهي يا جماعه. بصوا جاكار دي اللي في ناس مش عارفه يعني ايه جاكار، جاكار ده يعني حاجه كده اعلى من الفسكوز، وموجود حاجات فسكوز برده، منها مقاس مقاسين، المقاس ده وفي مقاس اكبر كمان، بيلبس برده فوق ال 110 فوق ال 120 كيلو. تمام، عندها العبايات اهي يا جماعه برده بالوانها وبمقاساتها. بصوا دي الوان العبايه الجاكار اللي احنا شفناها، بصوا جمالها عامله ازاي، موجود برضو منها مقاسات زي ما قالت، موجود منها موديلات تانية اهي. لا بجد عندهم شغل هايل جدا جدا. مستودع ريم للملابس الجاهزة، تربين الدقهلية، شارع جامع المنشية، ارقام التليفونات هسيبها لكم في اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف. الحقوا بقى خدوا الكميات، الحقوا الموديلات الجديدة دي قبل ما تخلص. عندنا بيجاما قطن 100% بتلبس، عندنا تشكيلات بيجاين برضو 100% اللي هي البيج سايز اللي بتلبس فوق ال 120 كيلو، القطن اتقل شوية ثلاث قطع اهيت، بص كده اهي ب 50 جنيه اهي، معاها بندانة اهي ب 50 جنيه، بيجاما بناتي ب 50 جنيه. لا مش بناتي، دي حريمي. حريمي؟ اه دي حريمي، بص البنطلون بتاعها بتلبس قد ايه؟ ما شاء الله دي حريمي. بتلبس ايه يا جماعة؟ بصوا بيجاما حريمي 50 جنيه، ومعاها كمان البندانه بتاعتها. اه من مصنع ريم للملابس الجاهزه. ده شكلها طبعا، بيبقى ده شكلها على الجسم، ب 50 جنيه يا جماعه بس البيجامه دي. موجود منها الالوان بتاعتها كلها، موجود كل الوانها، موجود لبني احمر فوشيا تركواز، كل الوانها موجوده، الوانها كلها موجوده، اشكال بس احنا بنحرق فيها سعر، اللي عايز يلحق الكميه يلحق، لان موجود منها سيريهات فقط مش موجود منها كميات، يعني موجود تقريبا من كل شكل مثلا دسته دستتين مش اكتر. خلاص يا جماعه، اللي عايز بقى يلحق العرض ده يا ريت يتصل ويحجز الكميه اللي هو عايزها ويجي بسرعه يشوف الموديلات، هيعجبه بجد حاجات كتيره هناك. الشاشات عندنا اهي، مستخدم
برضو كاش عشان يقول الكاشات مرخصه كده وشكلها مش الكاشات بتبتدي من 15 جنيه يا جماعه. اه الكاشات موجوده في مستودع ريم بتبتدي من 15 جنيه اهو. بصوا الكاش ده ب 15 جنيه اه ما شاء الله. لا بجد بصوا ب 15 جنيه بلاش ب 15 جنيه بصوا الدلع بتاعه بجد تحفه. بصوا ده شكله طبعا في اللبس, ده شكله في اللبس, وده طبعا الخامه بتاعته على الطبيعه اهو. الناس اللي بتقول الخامات مش كويسه او الاسعار عشان الاسعار رخيصه يبقى الخامه مش كويسه, لا الخامه بصوا قطن بيور اهو ب 15 جنيه. الاسعار دي اسعار جمله, لو انتوا حابين بقى الاسعار الغاليه روحوا المحلات هتلاقوا نفس الموديلات دي موجوده, هتلاقوا هناك الاسعار بتبتدي من 50 جنيه. الكاشات موجوده في المحلات ب 50 جنيه, موجود هنا في مستودع ريم الكاشات ب 15 جنيه, واللي حابب ياخد كميه متوفر, ولو حابه تاخدي قطعه واحده مفيش اي مشكله. اي كميه موجوده ان شاء الله. لو عايزين, لو في حد عايز قطعه واحده برضو متوفر, يعني مش شرط تيجي تاخدي كميه, عايزه قطعه فردانيه, عايزه بيجامه, عايزه كاش, عايزه عبايه, برضو مفيش اي مشكله. دي الموديلات اللي موجوده عندها. بصراحه المستودع هنا فيه كميه ملابس يعني مش هتلفي ولا تحتاري, ان شاء الله هتلاقي كل طلبك موجوده عندها هنا. كمان عندها اللانجيري زي ما قلت لكم بيبتدي من 25 جنيه وانت طالع. برضو موجوده عندها البراهات اهي. بصوا دي تشكيل البراهات اهي. البراه عندي من 35, من 35 جنيه البراه بتبتدي من 35 جنيه. بصوا الخامه, خامتها كويسه جدا اهي. موجود عندها برضو موديلات كتيره جدا من البراه. العرايس اللي بتجهز وحابه تيجي تاخد بقى كميات, عايزه تيجي تاخد جهازها كامل من هنا, هيبقى لها اسعار خاصه وخصومات خاصه ليها. ما شاء الله تشكيله ما حصلتش. في شغل رجالي نزل عندك ولا لا؟ في موجود رجالي. طب وريها لنا بقى علشان الناس اللي بتيجي تسال فين الرجالي اللي انتوا موجود عندك. بصوا ده ترنج رجالي اهو. انا الترنجات اللي بيجي الشغل اللي كانت عندي خلصت, بس مش عندي بقى الشغل نوعين. ده ترنج غطس خروف نص طسطه, وده ترنج قطن حتتين. ده ترنج قطن قطعتين وده ترنج تاني. دول الموديلين دول هما اللي متوفرين حاليا, لكن هي في الطبيعي بينزل لها شغل بيبقى متوفر عندها كميات كبيرة. يعني اللي حابب يحجز كميات ترنجات رجالي يكلمها وهي ان شاء الله تحجز له اول ما الشغل الجديد يجهز عندها. بصي ترنج الرجالي طيب اسعاره بتبتدي من كام؟ من 85 جنيه. ده 85 و95. 85 جنيه يا جماعة الترنج الرجالي, 95 جنيه يا بلاش. بصوا البيجامات البنات دي بيجامات عرايس اهي, بيجامات عرايس اهي يا جماعه. بصوا كل ده موديلات 2020 21. ده كاش طويل صح؟ اه كاش اهو, قطن اهو, كاش اهو يا جماعه طويل ما شاء الله. بصوا الخامه بتاعته ناعمه جدا, قطن بيور يا بلاش ب 35 جنيه. برضه موجود منه الوان, الوانه كلها موجوده ب 35 جنيه, متوفر برضه كميات والوانه كلها موجوده. العنوان لتاني مره, احنا موجودين في شربين الدقهليه شارع جامع المنشيه. العنوان ورقم التليفون ولينك الواتس ولينك الفيسبوك هسيبه لكم في اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف. اللي حابب يتواصل الحقوا بقى احجزوا الكميات اللي انتوا عايزينها قبل الموديلات الجديده دي ما تخلص. زي ما قلت لكم الاسعار بتاعتها بتبتدي من 15 جنيه. تمام, بشكرك جدا يا ام ريم. تحت امرك. بشكرك جدا. اي حد بقى يجي لك من منال جوده تعمل معاه احلى واجب. تحت امرك. بشكركم جدا جدا, يا رب الفيديو يكون عجبكم والشغل يكون عجبكم والاسعار كمان تكون عجبتكم. ما تنسونيش بقى بلايك وشير للفيديو واشتراك في القناه علشان نتابع مع بعض الشغل الجديد اللي موجود في مستودع ريم. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.